أعمل في شركة كبيرة وأحيانا يتطلب الأمر أن أسافر، فأسافر وحدي علما بأني ملتزمة بالحجاب، فهل يجوز أن أسافر بمفردي أم لا بد من محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخباب بن الأرط: ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينة، يعني المسافرة، من مكة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. صدق رسول الله. يبقى العلة هو أمن الطريق، الحكم ده معلل. وفي رواية: حتى تسافر الضعينة من مكة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. ولذلك فيجوز ما دام الطرق آمنة والبلاد آمنة. أما الأحاديث التي تكلم فيها سيدنا عن عدم انتقال المرأة فقد كان لأمن الدولة، المرأة سافر لوحدها شايع قطع الطريق والخطف فتخطف، فلا يسكت النبي، سيتحرك. طب بعدين هتشغلينا كده، احنا ورانا ايه ولا ايه؟ فقال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر فوق البريد إلا ومعها محرم، علشان يحميها. أما وقد أمن الطريق واستقرت الأمور بهذا الشأن اللي احنا فيه، وما فيش قطاع طرق بهذا المفهوم إلا في الأماكن المخوفة كداعش وأخواتها، يبقى إذن يجوز للمرأة هذه الحركة.